بعد زواجه من ياسمين صبري. لن تصدق من هو ابن أحمد أبو هشيمة النجم المشهور الصاعد. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقطع فيديو للشاب عمر ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد ساعات من عودة الأخير من شهر العسل مع الفنانة المصرية ياسمين صبري. وتداول رواد المواقع المقطع الذي يظهر فيه الشاب الذي يدعى عمر ويبلغ من العمر 20 عاما خلال لقاء له من إحدى المباريات، حيث يلعب للنادي الأهلي المصري وهو من مواليد عام 2000، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المتابعين. وأثار هذا المقطع النادر لابن أحمد أبو هشيمة من زواجه الأول قبل الفنانتين هيفاء وهبي وياسمين صبري ضجة كبيرة، لا سيما وأن عمر في عمر قريب لوالده ويبدو كأنه شقيقه الصغير. وفي سياق آخر، ياسمين صبري تثير أزمة بسبب سعر فستانها. نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة برفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عبر حسابها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. وبعد نشر الصورة وتداولها بشكل كبير، ظهر أن الفستان الذي ترتديه ياسمين صبري ينتمي لإحدى البراندات العالمية ويصل سعره ل22,000 جنيه.